في برنامج الجدعان. محمد غانم في مزرعة الوحوش يمتلكون أقوى 9 سلالات من الثيران الشرسة في العالم، أوزانها تتجاوز الطن كاملا ولا تقدر بثمن. فماذا يفعلون بهذه الوحوش الرهيبة؟ طلوقة طيارته متريل فوق وزلت بكسور. عاملة ازاي؟ الحمد لله. وحصريا فريق الجدعان في مجزر واحدة من أضخم شركات الدواجن في مصر، ينشئون مدينة داجنة بمساحة 27,000 فدان في الواحات البحرية، ويخططون لإنتاج 60 مليون دجاجة سنويا. 27,000 فدان كيان متكامل ومدينة متكاملة لصناعة الدواجن. واخدين الصناعة ورايحين فين؟ ولأول مرة محمد غانم في أكبر مشروع لإنتاج طحالب لسبايرولينا، 32 حوضا تجاوزت استثماراتها 10 ملايين جنيه، وتنتج الطحالب للصناعات الغذائية والدوائية. وتشاهدون كيلو البطاطس بجنيه ونص وخسائر المزارعين فادحة، والسيدة منار معبد تجفف كل أنواع الخضر والفاكهة بالطاقة الشمسية. وانتظر محمد الدسوقي، رجل يحترف تصدير الخضر والفاكهة المصرية، ويمتلك أضخم محطات الموالح، ويصدر 70,000 طن لأسواق العالم. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 مساء حصريا على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.